مسألة سهلة جدا زينة، عمرهم بين 15 و35 سنة، منخرطين في دار الشباب، استمارة يعني هذا شرط أساسي، داخلات في دار الشباب والمشاركة في الأنشطة، لأن كما قلت الغاية مش منح امتيازات اجتماعية فقط، وإنما الغاية أن يكون الشباب موجود في دائرة اهتمام الدولة ونفذوا برامج اللي حاجتنا بها في وزارة الشباب مع الشباب هذا. وإحنا ربطنا الآلية هذه حتى بمركز نداء وتواصل مع الشباب اللي باش نعطيهم عن طريق التطبيق نتاع الهاتف الذكي شنو قاعدين عندنا في دور الشباب، شنو عندنا في وزارة الثقافة، شنو عندنا في كل، ثم كل ما هو جديد باش يقع ادراجه على موقع الويب. معناها الانخراط سهل جدا، يكون شاب عمره بين 15 و35 سنة، يكون منخرط في دار شباب من أي بلاصة في الجمهورية. هذا هو الشرط الوحيد. باهي، حبينا نحكي معك أكثر فيما يتعلق لي جون، يحكيو برشا في التليفونات لازمهم دي كونفونسيون زاد هما نتصور. أنت قلت فما قطاع خاص وغيره، قبل ما نختم معك شكون القطاعات الخاصة اللي باش عملتوا معاها زاد دي كونفونسيون؟ أنا خليني نعطي بعجالة الامتيازات اللي حصلناها توا في دقيقة. أولاً النقل بصورة مجانية خدمات الخط الأول بالمجان بالنسبة للصحة، هذا العفو الصحة خدمات المجانية بالنسبة للصحة للخط الأول، من المستوصفات المستشفيات المحلية، كل ما هو صور أشعة أسنان أوفتالمولوجي، كل هذا بالمجان خدمات الخط الأول. يعني الخط الثاني في العمليات الجراحية كل هذا طبعا مش ممكن في كلفة كبيرة، ولكن خدمات الخط الأول كل. بالنسبة للنقل 25% على الشركة الوطنية للنقل وعلى السكك الحديدية. بالنسبة لوزارة الشؤون المحلية كل ما هي منشآت بلدية بتكون بتعريفه منخفضه ومجانيه احيانا. معناها بالدينار الرمزي ولا فما خدمات ما يدفعوهاش مثلا؟ ما يدفعوهاش، راح نحبوهم يتواصلوا معنا. بالنسبه لوزاره الثقافه باش تكون معلوم الانخراط في دور الثقافه بصفه عامه الى حدود 50%، وبتكون زياره المواقع الاثريه والتظاهرات الثقافيه بصفه عامه كاني مهرجانات، باش تكون حتى مهرجان كارتاج وغيره مع لجنه المهرجان هذا باش نتفقوا معاه، ولكن الاكيد باش تكون معناها تخفيض كبير. وبالنسبه للمسارح والمواقع الاثريه باش تكون مجانيه في نهايه الاسبوع خاصه السبت والاحد. بالنسبه للقطاع الخاص مش نسمي شركات، ولكن عندهم تعريفات تفاضليه وفيها امتيازات في كل ما هو هواتف ذكيه، في كل ما هو لوحات هذه اللي يستعملوها. بس التليفونات يمشيوا يشريوا ادمي تاريخ والا فما امتيازات ولا اقصاصات اكثر؟ لا، هو فما شركات تجاريه اللي موجوده على موقع الويب باش تعطيهم الخدمات هذه بتقريبا بين 20 و25% تخفيضات. وفما اتفاق اللي صار مع الشركه اللي هي شركتنا في تنفيذ هذا البرنامج، هذاك باش تعطيهم مع البطاقه امكانيه في اشتراء هاتف جوال بنصف الثمن، اللي باش يكون تقريبا في حدود 60 دينار، وهو هاتف ذكي من اخر طراز. معناها ياخذ الهاتف والهاتف البوس و 1000% بونوس ونصف حق الهاتف. بالنسبه لشركات اخرى حتى الملابس عديد الاشياء الهواتف كل ما يحتاجوا بصفه عامه. داخلين معاكم في الكونفونسيون. فما اللي عملنا معاهم اتفاقيات وفما قاعدين نقول، وكل اتفاقيه يقع ابرامها يقع تنزيلها بموقع الوزاره. واضح. دعم الدولة للرياضي النخبة اليوم عن الرياضي كما حبيب الغريب وسام المنوري ملك الجزيري أنس جابر درجة تونسي الرحال معز سيسي وغيرهم، لكن فيما يتعلق بأنس جابر فما برشا مشاكل لهنا بوليميك كبيرة، يقال أنها اضطرت أنها تستغنى على المدرب نتاعها بسبب الدعم اللي ما عطيته ليش، الشيء اللي خليها حتى توخر على مستوى الترتيب رغم نجاحاتها. لهنا يلزمني نستدعي صديق الرنفور بشير خلف الله من قسم الرياضة. مرحبا بك زينه. مرحبا سي امير زهير وزير الشباب والرياضه. دونك كيما كانت تحكي زينه شنو بالضبط صار في ملف الابطال نتاعنا، خلينا نقولوا كيما انس جابر ملك الجزيري، نحكيو بالذات على انس جابر، يعني برشا تشكيات من انس جابر خاصه وزاره الشباب والرياضه تقول انه ما عندهاش الدعم اللازم، مش قاعده تلقى في الدعم اللازم الدولي. خلينا نوضحوا الحكايه هذه للمستمعين، لانه فما ناس نقولها تحمل مسؤوليتي تحكي في الموضوع هذا عن جهل. أنا وأكثر شيء يغيظ عمل الوزارة بصفة عامة هو الحديث عن جهل. هي تتحمل مسؤوليتها في اللي حكيته، وأنا نعتبرها بنت الوزارة وتقعد دائما مهما كان احنا قابلين باش نحكيو معاها، ما عندنا حتى مشكل تجي. إيه علاش ما عطيتوليش دعم؟ علاش؟ باش نوصل. أول حاجة باش نحكي عن النخبة بصفة عامة، أول مرة في تاريخ تونس هذا كي نقولوا لازم نشدوه، تخصص مبلغ 2.5 مليون دينار للاعبي النخبة، وتحدث لجنه مشتركه. قلت اول مره في تاريخ تونس لجنه مشتركه عندها تقريب عام تخدم على النخبه، وقسمتهم ثلاثه اصناف، النخبه العاليه والعشره الاوائل اللي نجموا يكونوا متواجدين في الالعاب الاولمبيه، والاخرين اللي مازالوا جدد ونجموا يلتحقوا بالركب نتاعهم.
وخصصنا لجان للمتابعه الطبيه، للمتابعه الانشطه الرياضيه، للمتابعه الفنيه، واللجنه هذه تجتمع تقريبا اسبوعيا مره ومرتين، والسيد رئيس الحكومه مشكور اذن بصرف مبلغ 2.5 مليون دينار استثناء دون الموجود في الاداره العامه للرياضه، وكلهم محل عينيه الدول كلها بالمليم. وين مشيت للمدربين للفنيين واضحه وما فيهاش حتى نقاش، وان شاء الله نطلب من اللجنه الوطنيه الاولمبيه تعمل في اقرب وقت ممكن ندوه صحفيه لتبين هذا الامر، لانه من غير المنطقي ان الدوله تكون مجهود شنو صلي الدوله تكون مجهود. موضوع أنس جابر ومالك الجزيري كيف كيف لاول مره يتم ابرام عقد مع أنس جابر ومع مالك الجزيري، لانهم هما وقت اللي جيت انا لقيتهم من بعد الثوره ما نعرفش قبل ما ياخذوا في حتى مليم من الوزاره. اكسبسيونيلمون معاهم هما الزوز ولا مع رياضيين اخرين؟ النخبه العاليه، انا نحكي عن النخبه العاليه لان عقود برامج الاهداف فما حبيب الغريبي فما عقود برامج واهداف تبرم مع النخبه العاليه، وفما الرياضيين بصفه عامه يكونوا تحت رعايه الجامعه. حبيب الغريبي ميزانيتها وحدها، ولا اسامه المالولي ميزانيته وحدها اكثر من ميزانيه الجامعه كلها، لانه نخبه عاليه. انا نحكي على سوبر اليت. أنس جابر اتفقت معها على مبلغ 300,000 دينار، خذت منه مبلغ 75,000 دينار وقلنا لها جيب العقد نتاعك وكمل الوثائق نتاعك بالتنسيق مع الجامعه، ولكن يلزمها تصعد في الترتيب العالمي، ما حقتش الصعود في الترتيب العالمي. ما حقتش ما عندهاش مدرب. لا لا لا، احنا تفهمنا 75,000 دينار بعد نكملوا البقيه. احنا باش نكملوا البقيه وقت اللي هي تجيب الوثائق، هي تتعاقد مع المدرب مش الوزاره، الوزاره تاشر على التعاقد مع المدرب، هي ما جابتش المدرب نتاعها وخيرت باش تلعب، كان عندها مشاكل عمليه وتزوجت وربي هنيها، ولكن هي مطالبه باش تحقق نتائج. الدورات اللي صارت في تونس راهي دورات ماهيش من تصنيف عالمي كبير، معنى تصنيف بسيط، ثم اللاعبين هذوما اول مره قلت لكم ياخذوا فلوس، وناس تحكي من غير ما تعرف، واجيتها وزرتها وفي نادي التنس ومشيت تفرجت عليها ايضا في نادي التنس في المرسى وشجعتها، ورغم اللي مازالت ما حققتش النتائج زدتها 100,000 دينار. مالك الجزيري تنجموا تدخلوا على موقع الوزاره وتشوفوا شنو قال الوزاره. مالك الجزيري لاول مره في تونس يحصل لاعب على التصنيف 64 عالمي، اول مره في تاريخ تونس، واتفقت معها وعملت معها عقد برنامج واهداف، وكان قال لي كيف قال لي راني ما ناخذ في حتى مليم من الوزاره. قلت هذا مش معقول، جبت ملك الجزائري وخذ 150,000 دينار، وال 150,000 دينار حقق الاهداف كامله، هو تعاقد مع مدربه، هو اللي جاب الوثائق نتاعو. وانا نقول اللي يحب يحكي في الموضوع هذايا اليوم وظيفه، انا حتى بعض السياسيين ولا تحكي فيها على الوضعيه، راهو عيب اني نحكيو في موضوع عن جهل. هي عندها 300,000 دينار تحقق برامجها، هذا مال الشعب التونسي مش مال ماهر بن ذياب، ولاول مره في التاريخ انه يخصص مبلغ 450,000 دينار لزوز لاعبين علما انه ميزانيه الجامعه التونسيه للتنس 430,000 دينار.